كوتش احمد يعني يلي بتابع مباريات المتحد والرياضي هالموسم كوبي بيست دائما كلوز جيمز واخر شيء عم يعني وهذا ثاني اوفر تايم كمان بهالموسم انت انت وال اخر مره لعبنا بالمناره اوفر تايم على 77 كانت وقتها كوتش شو برايك صار اليوم معكم عم تلعبوا باجنبيين الفريق منه هو نفسه رح يلعب بلاي اوف البطوله أكيد. كيف قدرت تعاملت مع الامر لك كثير صعب هلا لانه نحن كل تفكيرنا عشت الجيم هيدي مش بالحسبان كانت كل تفكيرنا وتركيزنا نحن على الفاينل 8 وعلى البطوله هون العالم ضاعوا باي ذا واي بين البطوله والكاس فكروا العالم انه هي البطوله يعني يعني بعتقد انه انا خطوه متاخره كانت تنظيم الكاس هلا كان عندنا وقت قبل نمرق جيم خلال الاسبوع بالكاس anyway هلا كل التركيز على بطوله لبنان عندنا تغيير بالاجانب هلا اجنبيين يعني عندنا اثنين بوزيشن هوفلي بثلاث ايام نقدر نفوتهم مزبوط هوفلي انه ثلاث ايام نقدر نفوتهم بجو الفريق ويحفظوا الستات لنكون ريدي بس اكيد بعد سري الأنطونية ان شاء الله اذا قدرنا نربح الأنطونية ونتاهل الفريق حيكون بغير صوره بصوره مغايره بعد عنا شغل كتير نعمله عم نجرب قد ما فينا وباذن الله يعني نرجع لمستوانا ابتداء المستوانا المعهود يعني اللي بخولنا نكون بطل لبنان بعد لهلا نحن ما فينا نكون بطل لبنان حلو الصراحه منك كوتش احمد اكيد يعني انا صريح مع حالي وصريح مع فريقي وهذا الشيء اللي بحكيه مع اللعيبه قد ايه اند اوف ذا داي عندنا لعيبه عندهم اكسبيرينس بيعرفوا يربحوا وهذا اللي صار اليوم بس بعد لازم نلعب احسن من هيك بكثير بعد ما عم نعطي صراحه عم نعطي 25% بوتنشل تبعنا كوتش قد ايه برايك تغيير اجانب بهالوقت هو سيف ذو حدين يعني ممكن يركبوا الاجانب ممكن ما يركبوا بتعرف يعني أكيد. خاصه انه انت عندك لعيبه لبنانيه ستارز يعني مش انه لعيبه رول بلايرز بيقبلوا بحي الله دور وهيدا عبء كبير عليك قد ايه قدر تركب هيدا الشيء احنا جبرنا بالتغيير باصابه رامون جالوي هذا اول تغيير ثاني تغيير مش حقلك فيه جامبلينج قد ايه يعني نحن هلا مضيين بروفايل كتير كبير كمان ولعيب اثبت حاله ضدي صح. عرفت علي بماتش كتير كبير وانا صار ملاحقينه من زمان كان في اوبرتشنتي نتعاقد معه بالصيف قبل بطولة اسيا بس لاسباب معينة هو فضل انه ما يجي كرمال عنده كامب كان بامريكا فنحن بنعرفه للعيب انا معول على الاكسبيرينس طبعا لعيب كبير لعيب ربحان بطولات ان كان بالصين ربح مع سيشوان ان كان ببورتوريكو دايما بيربح مع الفريق اللي بيروح بيلعب معه هيز وينر فنحن معولين على هيدا الشيء انه يساعدنا ليفوت دغري بالجو مع الفريق وهوفلي انه هالثلاث ايام يساعدونا لنقدر نحطه بالجو وجيم باي جيم يعني على جيم ورا جيم حيعلى مستوى حيعلى مستوى الفريق اكثر واكثر يعني تمام جرودي معنا بانطلاق المباراه قال انه تقريبا حسمت بس بعد من مضى الكونترا على الاخر مع مايك هاريس فضل انه يقول انه بعدها منا رسميه 100% بس انت اللي بيوصل مايك هاريس لا رسميه خلص انا بعلن لك يا رسمي يلا باذن الله يلا مبروك كوتش احمد بيخ